لمئات السنين لم يكن بإمكان الباحثين أو المؤرخين سوى إلقاء نظرة خاطفة فقط على الحضارة الفرعونية، لكن في مثل هذا اليوم منذ 200 عام تقريبا تغير كل شيء بعد فك رموز حجر رشيد، فأصبح بإمكاننا قراءة اللغة الهيروغليفية واتسع فهمنا للتاريخ البشري بنحو 3000 سنة. الفضل في فك هذه الرموز يعود لعالم الآثار والفقيه اللغوي الفرنسي جون فرانسوا شامبليون، وإن كان هناك طبعا آخرون أسهموا في التوصل إلى هذا الإنجاز الكبير. ولكن مع احتفال مصر بالمئوية الثانية لحجر رشيد تجدد الحديث حول تمثال لشامبليون في فرنسا اعتبره الكثيرون مسيئا للحضارة المصرية القديمة. التمثال موجود في ساحة مؤسسة كوليج دو فرانس في العاصمة باريس، وهي أحد أهم المراكز البحثية والتعليم العالي في فرنسا. ويظهر في التمثال شامبليون وهو متكئا على ركبته ووضعا قدمه على رأس تمثال. هذا التمثال كما ترون يبدو كأنه تمثال فرعون مصري. تمثال شامبليون ليس بجديد، فهو في مكانه هذا منذ أكثر من 140 عاما، لكن الكثير من المصريين اعتبروه مهينا لتاريخهم وحضارتهم، فغردوا كما يلي. بدر أمين يقول: لن نقبل بغير الإزالة وفورا، وإلا ستحل عليهم لعناتنا. أما ماكاريوس يقول أو يكتب: الفكرة بتاعة النحات غبية، بس ده ملوش علاقة بشامبليون نفسه، الراجل ده كرس حياته لفك شفرة اللغة الهيروغليفية، وقبله ما كناش نعرف أصلا رمسيس الثاني ولا أي شيء عن حضارتنا. تغريدة أخيرة من رسام الكاريكاتور المصري عمرو أمين يعلق فيها ساخرا ردا على تمثال شامبليون باقتراح تنفيذ التمثال ده ويوضع في كلية الآثار، وأرفق تغريدته بهذا التمثال الذي يقترح وضعه في كلية الآثار، وهو يبدو أنه فلاح مصري يدوس على رأس نابليون. من جانبه أكد المجلس الأعلى للآثار في مصر أنه منذ سنة 2013 أرسل العديد من المطالبات إلى وزارة الخارجية المصرية للتدخل لإزالة التمثال. وقال مصطفى وزير الأمين العام للمجلس إن تمثال شامبليون يعد إهانة وأمرا غير مقبول لتاريخ الحضارة المصرية القديمة، فهذه الحضارة يعشقها الشعب الفرنسي نفسه ويتم تدريسها داخل جامعاتهم ومدارسهم. في الوقت ذاته وفي مداخلة هاتفية مع قناة MBC مصر، شكك عالم المصريات ووزير الآثار السابق زاهي حواس في أن تكون رغبة الفرنسيين هي إهانة التاريخ المصري، لكنه شدد على أن التمثال مرفوض. هل الفرنسويين لما عاملين حاطين شامبليون وحاطط رجله على تمثال لرمسيس الثاني، هل هم في اعتقادهم بيهينوا الآثار المصرية؟ الإجابة لا، لأن هم طبعا لهم باع كبير جدا في الكشف عن الآثار، ورؤساء الآثار كلهم كانوا فرنسويين. تعال بقى نبص لنا احنا كمصريين. لما أنا أكون ماشي في الميدان ده جنب كوليج دي فرانس وأشوف التمثال، بلا شك أنا كمصري شايف إن ده إهانة على هذا الموضوع في إيد اللجنة الدائمة، اللي هي ممكن لو اتبعت جواب هم هيخافوا، لأن ممكن نوقف البعثات الفرنسية من العمل في آثار مصر. تمثال شامبليون في ساحة كوليج دو فرانس نحته النحات الفرنسي الشهير فريدريك أوغست بارتولدي عام 1875، وكان من المفترض في الأصل نقله إلى مسقط رأسه أو مسقط رأس شامبليون، لكن التمثال لم يجد الدعم المادي الكافي وظل منصوبا في باريس. والجدير بالذكر أيضا أن بارتولدي هو ذاته النحات الذي صمم تمثال الحرية في نيويورك بالولايات المتحدة. ها هو أو ربو رأينا رأس التمثال في شارع شانزليزي في باريس عام 1878.